فممكن نشوف ازريل ويرد وبكايسا الناحيه الثانيه. فمن ناحيه الاي دي سيز انا اعتقد كده هتبقى مينلي سميره وبعديها كيتلين وبعد كده ممكن فعلا نشوف ازريل وهيبقى الناحيه الثانيه كايسا. بالضبط. شوف قبل ما تخلص كلامك ثري لايت، شوف اول بان طالع من فريق دبليو كي بيكون هو سميره. الشامب سيلكت بدا الان قدامكم في الشاشه يا شباب، وسميره بتكون هي البان الاول منهم، لكن بالمقابل فريق سمون ايري البان الاول حقهم بيكون ست طبعا من اكثر الفليكس بيكس اللي نشوفها في البطوله. شفناهم يلعبون فيه بالتوب، شفناهم يلعبون فيه بالميد لين ايضا، لكن بنشوف ايش باقي الفيكس. دبليو كي البان الثاني حقهم بيكون اريليا، ما يبغون سايفر يلعب فيه زي ما لعب فيه في الجيم الاخير، وسكور زي ما قلنا كان 12-3-5 مره عالي. بالمقابل البان الثاني من فريق سامونيري بيكون خازكس، نشوف ايش اللي بيكون البان الثالث. لكن البلو سايد يا عمر راح يكون فريق دبليو كي، هل نشوف منهم برايورتي بيك على الميد لين، على التوب لين، على الجنكل، على حسب بلاي ستايل حقهم، ولا ايش رايك؟ احتمال كبير اش او كيتلين زي ما قال بارالايز، لانه هذا الشامبيون الوحيد اللي بشوفهم ديبريتورايز اوفرول، والشامبيون بول حقهم شويه اكسبتبل، وما في شيء ثاني صراحه انصح بيه ياخذوه اذر دان اي دي سي في البدايه، ذات ود يعني يخلي الجيم شويه كذا اوبن ويعرفوا ايش يختاروا فيه بعدين الشباب. بس سميره في البلو سايد بان دائما، يعني انا افضل لما تبي تسوي بان لاو بي بيك تخلي الريد سايد يسوي له بان مش البلو سايد يسوي له بان، على اساس والله يكون عندك تشانس انك تختار، ولا انت يو تريدهم. تيم دبليو كي ما لعبوا سميره قبل كده صراحه، فاي دونت يعني ما 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 اشوفها زي ما قلت اخذوا اش في البدايه. اتوقع انها الثانيه برضه هيكرم. يس هيكرم واي دي سي ثاني تو سبورت ات ولا بالضبط. وهيكرم بعد من احسن الفيكس هم على طول بيحبهم. لا لا هو هيكرم من احسن الفيكس لانه بيقدر انه يركز في الايرلي جيم مع سايفر في الميد لين، بما انه هيكرم من احسن الجنجلرز اللي في المتا الان اللي يركز الايرلي جيم كثير، فاحتمال كبير يشوفه زي ما قلت بارالايز. لكن الجاليو بيكون هو البان الاخير من فريق سامونيري، بيسوون برايورتايز البيك على التوب لين، بياخذون اورن. اورن في التوب لين، اورن طبعا سيف بيك دائما تاخذه بدون ما تشيل هم، حتى لو خسرت اللين حقك، حتى لو جاك كاونتر تقدر انك تفيد تيمك في التيم فايت. لكن بنشوف البيك الثاني ايش بيكون، هل هو بيكون هيكرم او لا. لكن انا بس اتوقع يكون هيكرم على الاغلب زي ما قلت حيكون هيكرم، بس انا اكثر شيء ودي اركز عليه ما ابغى فريق دبليو كي الان اذا جاهم البيك انهم ياخذون بليتس او ياخذون سبورت بشكل عام كبلايند بيك، كان هذه النقطه اللي دائما اركز عليها. او جن ضد اش، تكلمنا عن الموضوع هذا بالامس يا عمر في سيدي التحليلي، انه جن من افضل الانسرز ضد اش، لو تفسر لنا النقطه هذه اكثر. اش عامة يعني الميزة فيها الرينج ادفانتج، عارفين البوك كيبابيلتي، فتقدر تسوي بوك كثير في البداية وتسوي ويف كلير مرة سريع، او مقارنة بايذر تشامبيون تسوي ويف كلير مرة سريع. ناخذ جن عشان تو انسر الويف كلير حقها وانوي منتين لين كنترول. جن عشان الـ عشان الـ عشان الكيو حقته هي كان بيرما بوش المينيون ويف، والدبليو برضه بنفس الطريقة هي كان بيرما بوش المينيون ويف، فنقدر نخلي الويف ستيت مرة كويس نتعامل معها فيها. راح الجيمس ليكس يبدو لي انه صار في اشكاليه، احد صار عليه ديسكونكت. في احد منكم شاف البيك الاخير؟ اللي ما انتبهت له صراحه. شفنا بليتز زي امس كان سووا لكن بليتز ولا لا؟ هنا السؤال. ايوه سووا لكن بليتز ومره ثانيه بلايند بيك. طيب ليه؟ يعني تقدر تسوي فليكس بيك شيء ثاني وتخلي بليتز في الاخير بما انه انت بتلعب فيه وما حد بيسوي له بان، يعني ما تفرجوا علينا ولا سمعونا امس. اي شكلهم ما سمعونا. ما سمعوك يا عمر، امس عمر اعطاهم درس كامل على موضوع الدرافت. انه مره حس خاطر على النقطه هذه، انه مش عليهم الدرافت حقهم كان مره ممتاز، عرفت انه كل شيء كان اخذوا ست في الاخير. يعني حتى يعني دحين يمكن الناس يبندوا لهم بليتس اوكي، يعني عشان كذا يو ونت تو برايتورايز ات، تبغى تاخذه بدري ممكن، بس اجين يعني نفس الفكره بالضبط. لكن وصلني خبر الان من الشباب في الانتاج، قالوا لنا انه واحد من اعضاء فريق سمونيري بس اعطى او جهه ديسكونكت بسيط، الان يحاول انه يرجع، راح يكمل الشامب سيلكت على نفس الشخصيات اللي سوى عليها، لكن ما نشيل هم ان شاء الله. بس اهم شيء راح نشوف بليتس مره ثانيه من دبليو كي. بس اوكي، في المره الاخيره لعبوا ضد بليتس مورغانا، لكن جينزو السبورت اللي كان موجود من فريق هو كان جينزو اتوقع اللي كان يلعب ناروكي او ناروكي، معليش اي اللاعب ناروكي. كان يلعب مورغانا، ومورغانا من افضل البيكس اللي تاخذها ضد بليتس، ومع كذا ما شفنا منه ولا بلاك شيلد كويس، وكان اداؤه للاسف سيء ومو متوقع منه، لانه ما شاء الله عليه هو لاعب جدا متميز، فما كان كومفورتبل بيك. بالمقابل السبورت اللي موجود من سمون ايري، هل هو كومفورتبل بيك لمورغانا او لا؟ وهل نشوفه بياخذ الحين مع جن ولا ايش بيسوي؟ ما يلعب انشانترز كثير صراحه، بس مش مورغانا يا ايوه
بس هو ممكن برضه يرد بحاجات تانية زي النوتلس واليونا، هو بيلعبهم الاثنين. هو المفروض صراحه يس المفروض الاثنين جود انسر تو بلاد. انا افضل تاخذ ليونا ولا نوتلس، خليه واوقف قدام الاي دي سي حقك، خليه يشيلك وروح على الاي دي سي حقه، which is a very good answer صراحه لبلتس بالذات في الميت الحاليه يعني. طيب بارالايز، بما انك يعني عندك خبره كبيره في السبورت روم، شغال عليك رانكك جدا عالي واصل الماستر، فانا حاب اسالك لو انت في مكانه، هل تبي تفضل الكومفورتبل بيك اللي انت متعود عليه اكثر، او انك تبي تفضل تاخذ مورغانا ككاونتر؟ يا شيخ بارالايز يلعب يعني انشانترز برضو يومي مين يا عيال، عشان كذا انا ابغى رايه، عشان كذا انا ابغى رايه. لا هي مورغانا كذا كذا بيرفكت بيك، بس ستيل يعني ليونا از ريلي جود انسر، يعني ممكن ليونا تبدل مورغانا عادي جدا. هي شوف انت التيم كوم بتاعك محتاج ايه اكتر وخد الاثنين كويسين. yes. وانا متوقع ان هو هياخد ليونا، هو ما لعبش ولا جيم مورغانا قبل كده، لعب ليونا عمل بيها اداء كويس، لعب نوتلس عمل بيها اداء كويس، فانا اتوقع ان العنصر ممكن يبقى ليونا او نوتلس مش مورغانا. اوكي ما راح نشوف مورغانا منهم، مع انه بالامس كان نفس الكومبو اش بليتس في البوت لين من تيم دبليو كي وفريق فوكس جيمنج كانوا ماخذين جن ومورغانا. الان بنشوف فريق سمون ايري بالمقابل، زي ما قال بارالايز انه احتمال كبير راح ياخذون اللي هو ليونا، لكن انا بشوف البيك الثالث الان طالع من فريق سمون ايري بيكون فوليبير. هل بيسووا له لوك ان ولا لا؟ شوف انه فوليبير هل هو يستاهل انه يلعب فيه بالجنجل بما انه هيكرب كان اوبن؟ لا لا فوليبيل احتمال كبير انسر ل ل شو اسمه لكميل كميل ويلعب ورن ميد لين، بس اي دونت ثينك سكايفر ويل جو ميد لين، او ميبي سبورت ممكن اورن سبورت اورن جن سبورت فليكس بيك اورن ما قد صارت ترى في البطوله الى الان ما قد صارت. لا لا يعني سامون ايري از ذا تشيز بيك تيم صراحه. يا ما شاء الله يعني بعد جي اكس ريسر هذا سامون ايري طبعا الطريقه الوحيده اللي بيفوزوا حاليا دحين هي سبرايز اتاكس. ابني تيم غريب ما يعرف يلعب قدامنا، ما هم متعودين على الماتش اب حقنا، انا وي كان نقدر نسوي حاجه بيها في المقابل نطلع بيها. بس اوفرول يعني صحيح انه اورن يوجوالي يتلعب توب، بس هي كان بي فليكس ميد ان هي كان بي فليكس سبورت، واتوقع من سايفر صراحه اي حاجه ايفن دو يعني ما هي لايكلي، بس اتوقع ما هي لايكلي. هو يعني زي ما شفنا قبل شوي في الاحصائيات لي برضه جنجل صح، لا جنجل برضه لا 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 صعبه جدا بالجنجل، بس قبل شوي في الاحصائيات شفنا سايفر معاه ثلث الدمج حق الفريق، دائما هو الشباب يتركزون حوله يعطونه كيري يعطونه احد يسوي دمج وخلاص يتفلتوا ما شاء الله عليه، والشباب بس يسوون سبورت من وراه في التيم فايت. اورن يسوي دمج مره كثير. اوكي بس ما تقارنه مثلا باريليا او سميره او احد الفيكس اللي هو ياخذها بالعاده ايكو سندرا، فهنا الفكره يعني. لكن بنشوف الباقي البيك والبان حقهم. سمون ايري البيك الرابع حقهم راح يكون ليونا زي ما توقع فريلايز وعمر. عندنا ايضا من فريق دبليو كي بيشوف سايلس بيكون في الميد لين، جريفز بيكون في الجنجل. احلى شيء في سايلس وكميل دير انترتشينجبل، ممكن يطلعوا سايلس فوق عشان يتعامل مع اورن او يجيبوه تحت او العكس يعني. يبدو لي انه ما راح يكون في فليكس فيك اورن بالبدين ان شاء الله. سايلس برضه كويس جدا في اورن يعني. اوكي طيب اتضح لنا الان كل التيم كومبوزيشن حق الفريقين، ونبيشوف ايش اللي عند الشباب المحللين ايش ممكن يفسروا لنا على التيم كومبوزيشن حقهم. خلونا نبدا مع سمون ايري معك. مين فين؟ انا بشوف سمون ايري معك عمر، ودنا تفسر لي اياه بس ايش رايك في التيم كومبوزيشن وهل بيضبط، خصوصا ان فوليبير ما راح يقدر يساعد كسوبيا كثير في الايرلي جيم. سمون ايري التيم كومبوزيشن حقهم مره سينرجيتك، يعني اذا تسالني احسن يعني من احسن التيم كومبوزيشنز اللي ممكن تشوفها حاليا في الميتا، ومره سهل الاكزكيوشن حقه. عندهم انجيج وديب دايف مره كويس، عندهم دامج مره كويس، دامج موزع اي دي واي بي مره كويس، والتيم كله ينفع مع بعض سواء ديس انجيج ولا رينجيج. واظن يعني بغض النظر يعني اهم شيء اللي يسووه المفروض يسووه سمون ايري انهم يلعبوا يعني حول الوين كونديشن هذا، انه والله اورن يسوي هي سكيلز ابيت شويه، كاسيوبيا سكيلز ابيت شويه، جن سكيلز ابيت شويه، وبعدين ات شود بي ا فيري ايزي وين، المفروض انه وين مره سهل، اسهل مره كثير من تيم دبليو كي. واظن لو شفنا الكلام هذا امس من 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 فوكس يعني تيم بالطريقه هذه قدام دبليو كي كان من دون منازع قلنا دبليو كي ما كان عندهم اي تشانس. يعني اليوم اللي انا ملاحظه الحين في تيم وادي كبير اللي سووه انه اخذوا تشامبيونز ذات كاونتر التشامبيونز حقون سمون ايري ان فاكيوم، في اللين اكاونتر وفي اللين اكاونتر وفي اللين اكاونتر، احنا كتشامبيونز مع بعض نلعب كويسين مع بعض مره لا اكشلي، يعني في 1 3 1 بوتنشال ممكن، بس 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 بيك 1 3 1 الباك لاين حقهم مستحيل يوصلوا له، مستحيل يوصلوا الجن بالفرونت لاين العظيم هذا اللي موجود قدامك، حتى او كميل موجود او لا. يعني الدايفر الوحيد اللي بيكون معاهم بيكون كميل اصلا، بالباقي الباقيين كلهم لازم يعني يمشون حول او مع الفرونت لاين، يبعدون فوليبير يبعدون اون عشان يقدرون يوصلون للجن اصلا، بس كميل هي الوحيده تقدر تسوي فلانك. لو كان عنده باد بوزيشنينج ممكن يكون في امكانيه للشيء هذا، بس صعب جدا بما انه قدامك جدار كامل من التانكس، يعني عندك فوليبير وليونا اند حتى اورن بعد. لكن بالمقابل تيم دبليو كي صراحه يعني ميزتهم بتكون
في البوتلين زي ما شفناهم بالامس يعني بليتس لو لعب زي ما لعب امس كان هو الهايبر كاري حق الفريق حرفيا. ودنا نسمع منك ايضا ما المفروض ما نخاف عليه صحيح المفروض انك ما تخاف عليهم لكن هل بيقدر يلعب بنفس المستوى خصوصا انه ما في مورغان الحين فبيقدر يسحب اللي يبي يعني بدون ما يشيل هم. اتفضل محمود وايش رايك في الفريقين ومين تتوقع اللي راح يفوز؟ صراحه سامون ايري لو بصينا عليهم شويه معاهم يعني شويه ممكن تقول ويننج بوتلين بتاعهم مش كسبان قوي. وليونا طبعا هتبقى مور افكتيف ذان ليدز اند ليد ميد ليد جيم ميد لين برضو معانا ويننج ميد. يمكن لين الخسران الوحيد هو التوب لين كاميل انت اورن بس برضو عادي اورن من الشامبيونز حتى لو قتلتها مره او اتنين مش هتفرق هو كده كده تانك وهي الالت بتاعته هي اهم حاجه. فانا حاسس ان سامون ايري ممكن يكون كسبوا الدرافت بطريقه لا كبيره سكيلينج وايز برضو هم نفس الكلام. وزي ما عمر قال برضو جين صعب قوي يوصلوا له جين اصلا من الشامبيونز اللي بتتاخد يعني عارف مش محتاجه بيل او مكتوف بعيد تضرب ار يعني هيخش الفايت وقت ما هو يكون عايز يخشها وفي نفس الوقت مزبوط. بيجيب والمومنت سبيد مع الكريت حقته تخليه دائما سليبري يعني يقدر يطلع ويرجع يطلع يرجع يطلع ويرجع من دون اي مشاكل يعني بالضبط. فاعتقد كميل فعلا هتبقى صعبه جدا ان هي توصل له. بليتز كرانك مش حاسه هيبقى يعني كويس قوي في تيم فايت يمكن نوب. عمل بكايه ممكن اش تخيل بليتز يسحب اي واحد من التانكس هذول ايش ودع التيم الباقي على طول جاب لهم الموت حرفيا على طول. الوحيد اللي عنده يمكن جن حتى كاسيوبيا عارف حتى لو اتسحبت شويه ممكن التي الار بتاعتها الدبليو بتاعتها بتعمل ديسيبل انجيج كميل برضه الاي بتاعت سايلس. فانا حاسس ان اوفرول لا صراحه سامون ايري كسب الدرافت بطريقه وانا متوقع ان يعني لو هتسالني بعدين وانا متوقع السؤال ده مين هيكسب اعتقد انا سالت قبل شوي فانا حابب اسمع منك سالتني سامون ايري اكيد انا متوقع بنسبه مثلا 90% درافتنج 100% ليهم وهم برضو ميكانيكي كويس متاكد يعني حتى مع انه في تيم دبليو كي هو الفريق اللي كان بيفوز على فوكس جيمنج وراي على طول يعني هذه النقطة أي حد بيفوت في الستريم عايز ياخد 30 منت أيوه هي 30 منت احنا نتفق عليها لأن الشباب جايين كثير يبون يشجعون الفرق اللي يحبونها وبرضه يبون يكسبون الجوائز فلا توهقهم يا محمود سامون ايري all the way حتى عمر والله الشباب مصرين مرة الكومبوزيشن هذا يعني لو ما تفوز بي ما تفوز خلاص لكن صراحة يعني هو بالأمس مرة سهل تلعب يعني لازم تجيب العيد مرة بقوة عشان والله ما تفوز بي which is very unlikely. لكن أنا سؤالي هنا للجنجل هل بيكون عنده فرصة أنه يجي لما الميدلين دائما من الفريق WK هل بيروح يحاول أنه يسوي شت داون للسايفر من الإيرلي بما أنه الشباب يركزون عليه كثير ولا ممكن يشوف يروح للبوتلين يحاول انه ما يعطي فرصه للجن انه يصير له فايده في التيم فايت عشان حتى لو يعني باقي اللينات تفيدوا ما يكون عنده فرصه يفوز للتيم فايت حتى لو ما قدروا يوصلون للكميل او ما قدرت كميل توصل للجن بما انه اصلا الشيء هذا بيكون صعب. انا هنا سؤالي انه الجنجل بيكون على الميلين ولا على البوتلين هذا الشيء اللي اتوقع انه بيحدد الجيم بشكل جدا كبير. ما كاسيوبيا ما عندنا سيت اب اصلا في الميدلين وكاسيوبيا شي وونز تو سكيل طبعا بغض النظر كيف 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 المفروض يلعبوها يعني طريقه لعبهم سامونيري دائما حيعتمدوا على الميد بس يس فولي بير المفروض دحين تركيزوا على البوت لانه عندهم سيت اب مو طبيعي بليونا والدبليو حقت جن فالمفروض انه هي كامس بوت بيلعب حول البوت توب از ان ايلاند حيسيبه حيفرم حيوصل ليد جيم كاسيوبيا من يوم ما حتوصل ليفل 6 حنشوف ممكن انجيجز وجانكس معاها بس قبل كذا المفروض حول البوت وما نشوفه في اي مكان ثاني تمام حتى عندهم دايفنج بوتنشل بعد ليفل 6 فولي بير ليونا تو تانكس يعني فولي بير هيوقف طور بالار بتاعته ف وبليدز مش هو البيلر اللي هيساعد قوي ان عرفت توقف ايش ان هي تموت يعني بالضبط دايفنج بوتنشل بتكون عنده مره كبيره اصلا ايوه فاتوقع بعد 6 هنشوف دايفز كتير على البوت لين ممكن بالظبط زي ما عمر قال كاسيوبيا مش عندهاش السيت اب جانكس قوي هيبقى بعد 6 بس هو ممكن يعمله ان هو يتاكد ان هي هتعرف تسكيل وان هي مش يعني يبقى عارف فين جريفز ان هو اتليست مش هيكاونتر عارف مش هيجانك كاسيوبيا يتاكد ان هي سيف لانه برضو الاورن توب لين ايلاند حتى لو طلعت توب لين خليت اورن بيناين زي ما هتفرق هيضرب اورك كيف تيم فايت هي ابجريد ايتمز كده بالتوفيق لهم ان شاء الله جدا بيكون المباراه حماسيه نبي نشوف اذا تيم دبليو كي بيتالق زي ما شفناهم امس وبليتس راح يورينا ابداعاته ولا ان سايفر بيكون هو الافضل ومعاه التيم كامل يساعدهم انهم يفوزون في الجيم. خلوكم معنا الان نروح مع المعلقين ونتابع الجيم مع بعض. شكرا جزيلا يا فانسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين معكم رايزو في البلاي بلاي كاست في اليوم الثالث من الويك 2 للإنتل أرابيان كوب مع الأستاذ الكبير مراد البقوري ذا مورو 9 مورو كيف الأحوال؟ هلو رايزو كيف الأحوال كله تمام هنا الحمد لله وكله حماس وصراحة تشوق ان احنا نشوف مباريات النهاردة وبداية بوادي كبير وصامن ايري الصراحة المباراة دي هتحدد كتير جدا عشان الفرقتين متعادلين في السكور
فوزين وثلاث خسارات لكلا الفرقتين، فطبعا الفائز هنا هيتقدم في الترتيب وهيبقى فرصته اكبر ان هو يتاهل ان شاء الله للنهائيات. زي ما احنا قلنا اول 8 فرق هم اللي بيتاهلوا، فوادي كبير وصامن ايري هيكون في عراق كبير جدا على هذا المركز. وشوف هنا فريق وادي كبير يتقدم بتشيز في الليفل 1 هنا مباشرة على الأستاذ سلير، هناك هوك وقراب من طرف الأستاذ ماستر سيكون في المكان المناسب في الوقت المناسب. لا سلير يرجع إلى الوراء يلعب سيف، وصراحة نايس تراي من طرف فريق وادي كبير، ولكن لسوء الحظ كانت هناك فيجن من طرف توب لينر الفريق الفريق سامنر ايري، فهنا سلير كان بوزيشنينغ تاعو ممتاز. وعايز أسألك يا أمورو، يعني ما رأيك في الكومبس حاليا؟ عندنا كامي ميد لين من طرف وادي كبير، بيك ما عاوزينش نشوفه في الاي سي، خاصه اظن اول مره نشوفه في اي سي. الصراحه احنا شفناه مره واحده قبل كده وكان اكاشي هو اللي لعب بيه، والصراحه كان بيلعب ضد لوشن على ما اظن، وعرف يقتل لوشن كمان سولو كيل في اللين. وعموما كميل ميد لين مش ضعيفه ابدا، هي قويه، ولكن مشكلتها او ما احد اكبر مشاكلها ان هي عندها ويف كلير ضعيف جدا، هي برضو ميلي ضد رينجد ماتش اب، والسايفر عموما الدبليو بتاعت كاسيوبيا بتبلوك طبعا الجمب بتاعت كميل بطريقه كبيره، بس حاسس ان هو السايلس هو سايلس اللي نعم. هيروح ميد لين مش كميل، لكن مش في كل كميل الحالات نعم. سايلس هيبقى عنده نفس المشاكل اللي عند كميل، هو ميلي في رينجد ماتش اب، الدبليو بتاع كاسيوبيا هتبقى مشكله كبيره جدا لمورتل، ولكن هنشوف سايفر. شوف البولينج ليفل 1 از ليفل، بكره كاسيوبيا ليفل 1 هذه الصعوبه صراحه. كاسيوبيا هي ممتازه جدا امام الاستاذ مورتل بسايلس تاعه، ولكن شوف المانا لكاسيوبيا. اوه نايس هوك في البوت لين من طرف ماستر، هوك ممتاز على اي بوي يكون فاضي صار ميد لايف حاليا، ولكن كان هناك الاستاذ بالي البيل القليل من البيل صراحه عليه هو وخليد، هيكون مشكل كبير صراحه. بليتس كرانك مره اخرى في البوت لين، ليس هناك مورغانا كما راينا يوم الامس، مورغانا تسوي كونتر كبير لبليتس كرانك، هنا عنده فري هوكس، ولكن ليونا يعني هي تعتبر من الكونترز لبليتس كرانك، ولكن شوف هوك مره اخرى على اي بوي فلاش اوت اغنايت مباشره كلينس على الاغنايت، ممتاز جدا من طرف اي بوي، ولكن بيرست كبير من طرف بوت لين وادي كبير، ويكون هنا بريشر كبيره في الماب. ماستر تو هوكس تو هيتس، يعني 100% ريشيو لحد دلوقتي نشوف هيعمل ايه. بس المشكله في بليتس كرانك انت لما في يوم بتجيب فيه هوكس انت مش بتمس ولا هوك، بتجيب كل هوك واللي قدامك بيبقى مش عارف يركز في اللين، يعني اي بوي حرق فلات وكلينز، احنا لسه ليفل 2 واوريدي هيضطر يستحمل 3 دقايق من غير كلينز وخمس دقايق من غير فلاش، هتبقى مشكله كبيره جدا لهذا الجن. وماستر وخالد الاثنين عندهم سيطره كبيره جدا في هذه اللين، احنا عارفين ماستر قوي على بليتس كرانك زي ما لعبوا امبارح ورينا قوته على هذه البيك، فصامن ايري بوت لين يعني الصراحه لازم يلعبوا بذكاء هنا ولازم يستنوا صامن يرجع عشان الهوك هنا بكل لماستر. هنا صراحة سامن ايري عندهم كومبو يعني فيها تيم فايت ممتاز، عندهم كاسيوبيا للدي بي اس دامج وكنترول ماج في الميد لين، عندهم فولي بير فرونت لاين امام الاورن، ولكن بلاتي نشوف هنا فولي بير مباط ويتلاقى مع كوبرا مباشرة سي سي ودبل باف من طرف جانجلرز كمان، ثلاثة امام ثلاثة فلاش من طرف سايفر ويسوي هنا الفلاك، ولكن وجه هناك دمج لازم ويبقى هنا مورتال فضائي سابا 1 في 2 يحاول يسوي دمج ممتاز، ولكن لا مباط ولا اتش بي فلاش من طرف كوبرا، ولكن مباشرة سايفر نو مانا نو اتش بي في الميد لين يتبعوا كوبرا، عنده ريد باف ولكن مش هناك رينج اوتو اتاك سلو مباشرة على الميد لينر للفريق لفريق سامن ايري، ولكن مش كافي 1 كيل صفر والفيرست بلود يذهب مباشرة للجنجلر لفريق ودي كبير كوبرا ياخذ الفيرست بلود في الجريف بتاعه. موباتو طمع في الكل شويه زياده، فلاش دي كان كتير جدا، كان خلاص فيز راش اكتيفيتد لكوبرا، فطبيعي جريفز هيعرف يجري من هذا الفولي بير، وسايلس وكاسيوبيا الاثنين عملوا كولابس، ولكن زي ما انت قلت سايفر ما كانش معاه مانا، كاسيوبيا ضيعت كل المانا بتاعتها، الدبليو بتاخد مانا كتير جدا، فبالتالي سايفر ما قدرش يساعد موباتو في هذا الفايت، وطبيعي الفيرست بلود تروح لصالح كوبرا تروح لصالح جريفز، وده يعني نقطه كبيره جدا لصالح وادي كبير ان الجنجلر جريفز بتاعك ياخد الفيرست بلود ويبدا يعني يهرب بالجيم، ممكن جدا نشوف جريفز يبدا يعمل جانكس بوت لين ويحاول حتى يعمل دايف بوت لين علشان جيم من غير سامونز. نعم صراحه شفنا كوبرا بالجريفز نتاعو يوم الامس هو كمان، وكان عنده جريفز يعني اداء ممتاز جدا في المباراه، لسوء الحظ خسر المباراه، ولكن كان يعني لعب بطريقه ممتازه جدا، وكما كنت تقول يا اخي مورو هناك سيت اب للجانك خاصه في البوت لين ممتاز جدا بالهوك لبيتس كرانك، ليس هناك بلاك شيلد اذا تم الهوك على اي بوي اللي ليس عنده كلينز ليس عنده فلاش حاليا وكان في الجوار كوبرا سيكون كيل 100%، فعلى فريق وادي كبير يلعبوا ربما على البوت لين ويوجدوا يعني الاول تنين في المباراه، نذكر المشاهدين انه تنين المحيطات اللي يسوي لنا 2.5 ريجن ايش بي كل 5 ثواني، تنين ممتاز لين فيز من احسن تنين في الاولي جيم، وشوف كما نقولوا فلاش ماستر هوك مباشره وياتي كوبرا، هذا هو البلان هذا هو سكريبت اي بوي في وضعيه صعبه، والكيل يذهب الى خليد في الاش بتاعه مباشره، كيل سهل جدا، وكما كنا نقول يا مورو للتو هناك سيت اب للجيم ممتاز من طرف ماستر، ياتي كوبرا ياخذ الكيل بدون مشكل.
ماستر فلاش هوك على بريس كرانك، صدقوني هي مش سهله زي ما انتم متخيلين. الفلاش هوك واي بوي يعني وقع في الفخ، دي كده ثلاثه هوكس على هذا الجنمان اصل ثلاثه. ماستر عامل شغل كبير جدا على بليس كرانك. المفروض دلوقتي نبدا نشوف بليس كرانك بيعمل رومينج شويه، بيتحرك عشان خلاص جين وليونا عمرهم ما يعرفوا يقتلوا اش. اش متقدمه جامد جدا، 45 سي اس لصالح خالد، ليفل 4 هيجيب ليفل 5 قريب. اي بوي متاخر جامد جدا، مجرد دورنز بليد وبوتس. وخالد كل ده لسه ما عملش ريسيت، لما يرجع هيكون معاه بلج ووتر كاتلس، ممكن حتى يجيب تير 2 بوتس لو معاه كفايه. هنشوف خالد هيعمل ريسيت دلوقتي، ولكن انا عايز اشوف بليس كرانك بيتحرك في الماب دلوقتي. عايز اشوفه بيتحرك ناحيه ميد لين، ممكن يحاول يجيب كان على سايفر عشان كاسيوبيا هي كمان من غير فلاش، او ممكن يتحرك مع كوبرا ويحاولوا يقتلوا فولي بير في الجنجل بتاعه. نعم هذا كله ممكن صراحة. أنا عايز أقول يعني النقطة مهمة هي مورتال حاليا بسارس نتاعه هو يقوم بعمل ممتاز أمام كاسيوبيا اللي هي تعتبر كاونتر لسايرس، خاصة في الأولي جيم. شوف سايرس عنده سي اس يعني أكثر سي اس من كاسيوبيا حاليا صراحة في ماتش أب ميلي ماتش أب أمام رينج ماتش أب، وخاصة كاسيوبيا هي تسوي بولين كبير على الميلي ماتش أب في الميد لين، خاصة مورتال اللي تحيد يعني دبل داش بالإي داش بي دبليو اللي يسوي السستين، فهو يقوم بعمل ممتاز. جي جي وفيد صراحة حاليا تفوق في الميد لين وتفوق في البوتين من لصالح فريق ودي كبير. نشوف ما تكون اجابه فريق سامنر ايري هنا. لصراحه سايفر عنده سكيلينج ممتاز، عنده ميد جيم جيد جدا بالاورن بالكاسوبيا بالجين، ولكن شوف حاليا في الاولي جيم تفوق لفريق ودي كبير. فعلا تفوق صراحه ودي كبير، وزي ما انت قلت الفرق في الميد لين دوت معظمه من الفيرست بلود اللي حصلت و2 في 2 اللي حصلت اللي سايفر مات فيها، فكاسيوبيا اتاخرت جامد جدا وسمحت لسايلس ان هو يعني يسبق في الفورم، ومورتل بقى عنده لين برايورتي في الميد لين. لكن زي ما انت قلت لو وصلنا للليت جيم كاسيوبيا هتبقى مشكله كبيره جدا في التيم فايتس لوادي كبير، ومين هيعرف يعمل لها شات داون في الليت جيم؟ سايفر لو عرف يثبت مورتل مكانه لمده ثانيه واحده بس هيسيح هذا سايلس تماما، فتبقى مشكله كبيره جدا هذه كاسيوبيا وادي كبير. لازم يحاولوا يسنوبول الجيم وينهوه بسرعه قبل ما سايفر يبقى مشكله. سايفر عايز يكون مشكلة صراحة ميد جيم ليد جيم كاسيوبيا تكون قوية جدا، خاصة أمام الكامي، خاصة أمام سالس يعني عندها كنسل للداشز وهذا مهم جدا أمام هذه الكومبو. ولكن عايز أسألك سؤال يا مورو، هو الماتش في التوب لين إيزي إي بالكامي أمام الأورن حاليا تفوق من طرف الأورن في السي اس ب 16 سي اس بالضبط، ولكن في رأيك من عليه الفوز بهذا الماتش في الأولي جيم خاصة؟ يا هو الماتش ده في الاولي جيم اورن بيكسبها، اورن زي ما انتم شايفين اورن بيعمل كده. ده اللي اورن بيعمله في كاميل، ده اللي اورن بيعمله في اي حد في توب لين. هذا السبب اورن بيك اور بان في وورلدز، واي حد ممكن يعمله بلايند بيك وبيكسب لين اوتوماتيكلي. ولكن لما نوصل للميد والليت جيم كاميل هتبدا تبقى عندها كيل بريشر على هذا الاورن. لما كاميل تخلص حتى رافينس هايدرا او ممكن ترينيتي فورس، حتى ممكن ترينيتي فورس ممكن نشوف ايزي اي يبدا يدور على كيلات على هذا الاورن. ولكن ما يمنعش ان دايما اورن هيبقى مفيد اكتر من كاميل في التيم فايتس. فاللي غالبا هيحصل ان التوب لينر بتاع وادي كبير هيبدا يسبليت بوش، واورن هيبدا ينضم مع الفريقه ان هو يعمل تيم فايت. ده اللي غالبا هيحصل. لكن لو ما حصلش كده، لو فضل 1 في 1 اللي في اللين، طبعا كاميل بعد كده اول ما يخلص اول ايتم هيبقى عندها كيل بريشر. نعم صراحة نتفق معك 100%. والدقيقة 8 في المباراة، أول تنين يؤخذ من طرف فريق وادي كبير من سلطنة عمان، يأخذه نيجريفس كوبرا بدون كونتست صراحة. كان فوليبير في الجهة الأخرى من الخريطة، هو يحاول حاليا يسوي جانك في الميد لين، ولكن كانت هناك وارد من طرف مورتال، وارد ممتاز جدا بينك وارد خاصة. ويشوف هنا الفوليبير يعطي انفورميشن للجنجل تاعه، شوف كوبرا يأخذ تنين يذهب مباشرة انفيد على البلوبف ويتقدم يعني ربما ضايف في البوطين أمام اي بوي فضيل سبعة، ربما يتقدم جريفز واش ار مباشرة سي سي كبير، كوبرا يأخذ الكيل الأول 1-4-0 سو فار، ويتقدم هوك على ودبل كيل من طرف كوبرا. يا سلام على الجريفس يكون عملاق، نايس اداء ونايس اكزكيوشن من طرف الفريق من سلطنة عمان وادي كبير. ولكن شوف توبين 1 في 1 ينطلق من سلير وايزي اي ايزي اي ميد لايف وسلير فول لايف، ولكن شوف نيكريس من طرف اورن ويتسمت مباشره اي اوت من طرف ايزي اي نوك اوف بي ام اس، ولكن ليس هناك فلو اب لانه تحت التيرل. نايس بلاي من طرف فنيل وسلير سلير اللي يكون قوي جدا في هذا الاورن تاعو في الاولي جيم. ولكن شوف كوبرا يتقدم مازال في الجنجل، العدو مازال عنده موباتو في الجنجل تاعو، ياخذ الكامبس ياخذ البوك وياخذ الادفانتج خاصه البريشر في الخريطه في خاصه في البوت لين. شوف كل ده بسبب ان البوت لين بتاعت كوبرا، البوت لين بتاعت وادي كبير حاليا مسيطره على هذا اللين بطريقه مرعبه، وكوبرا كمان اخد الفيرست بلود ما ننساش، فطبيعي ان كوبرا يكون اقوى من موباتو حاليا، وكوبرا عنده القوه ان هو يخش في البوت سايد جنجل بتاعت موباتو وينضفها تماما. اخد البلو باف اخد الجرومب وعمل دايف للبوت لين بتاعته، وموباتو مش عارف يقرب. الدايف اللي فاتت ايبوي كان معاه فلاش وكلانز وما لحقش يعملها، للدرجه دي هم اقوى خالد وماستر. فانا عاجبني جدا ان كوبرا بيلعب حوالين البوتين بتاعته، عاجبني ان هو عارف ان البوتين بتاعته هو الاقوى فبيستغل الموضوع دوت ان هو يعمل دايفز. وحاليا كوبرا 3-0-1، جريفز
بقى مرعب يعني. لازم يحاولوا يوصلوا في التيم فايتس، ومين اللي هيقدر يعمل دايف على جريفز؟ هو ليون او فوليبير. وموباتو حاليا ما عندوش الدامج ولا عنده التانكينس ان هو يستحمل هذا الجريفز، فمشكله كبيره جدا سامن ايري. هو يقوم بسكسسفل جانكس من بدايه المباراه الى الان، دقيقه 10 في المباراه، وخاصه يبقى في نفس السي اس الى مكان اكثر من الفوليبير اللي هو يحاول صراحه، ولكن ما عنده يعني فرصه اللي يسوي فيها جانك ممتاز جدا. هنا كوبرا عنده تفوق كبير، خاصه انه عطى الادفانتج للبوتلين بتاعه اش بليتس كران، كيكون عندهم سكانينج ممتاز خاصه بالاش والكيوز والاوتو اتاك، وخاصه اللي طال تيمبو في تيم فايت دي بي اس كبير ورهيب جدا، يخلي يعني كامي 1 في 1 امام سلير، لانه صراحه من الصعب قتل سلير. سلير تانكي انف، عنده الان اول ايتم ارمر والاتش بي يعني يكون كبير جدا هذا الاورن، من الصعب على جريفز قتل هذا الاورن مع الكامي خاصه، فسيكون صعب. وهذا خيار ممتاز، ياخذ كبرى ادفانتج البوتين، ياخذ تنين، يذهب الى الهيرالد هو الاوبجيكتيف الموالي بدون كونتست. مره اخرى شوف فولي بير في جنجل بتاعه، ولكن هناك بليتس كرانك روم ممتاز من طرف ماستر من البوتين امام ليونا اللي حاليا في البيت للتنين. لسه عايز اقول الروم ده من ماستر حلو جدا. سايفر في وضع يصعب ربما جانك من طرف ماستر، ولكن ليس هناك فولو اب صراحه، كان سايفر عنده ليونا بتاعه، ليس هناك فيجن من طرف الفريق، ودي كبير ياخذ مورتال التيميت سايفر، هل سيفعل به شيء؟ هذا ما نراه عن مقالي. وممكن يحاول يون في 2 ضد سايفر وليونا، ولكن صعبه يا مورتال. جريفز جاي ينضم الى الفايت، وموباتو برضو موجود في ميد لين، مورتال في خطر، مورتال في خطر، ولكن هناك كوبرا هو كمان مورتال 1 في 2 حاليا. هناك دبليو من طرف كاسوبيا، التيمت دي كاسوبيا سي سي كبير عليها، ومورتال يحاول يسوي سرفايبيليتي باش اوت من طرفه، ويتخدم كوبرا في جهه اخرى فلاش من طرفه لبير سي سي، يموت مورتال امام الرابترز بكل يد هبيله ليونا مباشره. كوبرا لا يستطيع ان يفعل شيء، وليس صراحه 1 4 0 صفار لفريق للفريق اللبناني سمنر اري. مات من الرابترز، دي موتة حزينة جدا الصراحة، دي موتة بجد حزينة. هو مورتل طبعا اخذ الالتمت بتاع كاسيوبيا، سرى الالتمت من سايفر، ويعني كان عنده ثقة زيادة شوية، الالتمت دوت اداله الامان، والصراحة كانت غلطة كبيرة ماستر. يا سلام، انا اعتقد مباشرة تحت الثلاثة الكيل الاول يذهب الى كوبرا مباشرة، يبقى مباطل يسوي دمج كبير 1 4 1 سو فار في هذا الدايف. صراحة زعامة كبيرة صراحة من طرف فريق بادي كبير، يحسوا أنهم فازون بالمباراة، ولكن ما زالت المباراة ملعوبة، ما زال الكل يمكن أن يصير في هذه المباراة، لا يزم عليهم أن لا يفعلوا أخطاء لإعطاء فرصة لسمنر إيري في الرجوع إلى المباراة، خاصة بكمب تسوي سكينينج ممتاز جدا وسي سي كبير وتانكينس رهيبة بالفوليبير والأورن. نشوف ما يخطط كوبرا هو ومورتال في ميدان، أو هيرالد، هيرالد وربما نشوف بليت لازم عشان ياخدوا هذه البليس، بس في تيليبورت تي بي وينجيج مباشره من طرف موباتو على الاستاذ كوبرا، فضيه صعبه 1 في 2 يتقدم لنا سايفر لموسو كيو، ولكن يتقدم سايفر يسوي ان دبليو سلو على كوبرا، كوبرا فضيه صعبه يتقدم ليونا الايوس مباشره وشت داون ياخذه سايفر في الميدين، ورجوع الفريق اللبناني في المباراه، سايفر ياخذ الكيل الاول له في المباراه. استعجال 30 ثانيه، لو كان سيبر عرفت هيرل 30 ثانيه لحد ما الماونتن دريك يسبون، ساعتها كان هيبقى عندهم بريشر ان هم ياخدوا الميد تاور، ولو حصل عليهم كولابس زي ما حصل دلوقتي كان هياخدوا الدراجن، ولكن هو استعجل، ادي ماستر في الميد لين مره اخرى. نعم، هو ماستر اخرى فايت في الميدين، وليس هناك فرصه، ليس هناك فرصه لسايفر صراحه. كيل سريع جدا، فول لايف مورتال، فول لايف ماستر، لا يمكنه ان يفعل شيء. كاسيوبيا في الاولي جيم بدون فلاش يكون يعني نو موبيليتي، وتكون ايزي جانكس عليها. لما حد بيسال يا جماعه ازاي اكاري في سولو كيو من سبورت، this is how الماستر بيعمله دوت، يعني هو اتدمر اللين تماما، خلى اش متفايده بطريقه غريبه، بدا يعمل رومز، اتجه توب لين عشان يساعد كوبرا وهو بيعمل ريفت هيرلد، وبعد كده اتجه ميد لين مرتين عشان يجيب كلات على سايفر، وحتى جاب كل على ايوه فعلا جاب كلتين على سايفر الصراحه. فلا ماستر عامل شغل عالي جدا، واحد كل واربعه اسيستس، وطبعا كوبرا كمان لسه متقدم فريق كبير جدا على موباتو، فانا عاجبني جدا الايرلي جيم دوت من وادي كبير. ادي دراجون رقم 2 كمان هيتاخد، هل هيكملوا في الميد والليد جيم؟ عشان امبارح كان نفس الكلام، كسبوا الميد جيم وخسروا مورتال في الميد جيم، سيسي كبير من طرف ليونا يتخدم عليه موباتو، دماج كبير، ولكن ستيل للالتيميت الهاي جاك من طرف مورتال للفولي بير، ويسوي هنا اتش بي كبير، واتش بي يكون لازم للسرفايفيليتي هنا في هذا الجانك في الميد جيم. نايس تراي، ولكن عندما كنا نتحدث يعني كان هناك ادفانتج كبير لوادي كبير، ياخذون برجين حاليا ميد وبوتلين، ياخذون اتنين تاني في المباراه، هناك كوبرا يحاول ياخذ كوبرا ياخذ بطريقه سكسفول، هنا كولتن كول من طرف جين، هناك سلو ربما يتقدم موباتو سيسي كبير ليونا شيشي سين، وربما شت داون ياخذ موباتو مباشره بالفولي بير بتاعه. نايس بيك هنا الاستاذ كوبرا اللي كان شوي جريدي صراحه على البروباف. هو صراحه متقدم على موباتو ان هو يقدر يعمل حاجه زي كده، ولكن المشكله ان البوت لين بتاعته كانت عامله ريسيت، البوت لين بتاعته كانوا في البيس،
فكوبرا كان بعيد جدا عن البوت لين، حتى سايلس كان عامل ريسات، فهو كان كوبرا لوحده تماما في هذه المنطقه من الماب، فطبيعي ان سامون ايري يعملوا كولابس وياخدوا الكل عليه ببلاش. والبلايد للبوت لين بتاع سامون ايري ان هم لقوا الفرصه وبكده يعني اسيست ترجع اي بوي الجيم شويه، ومباتو هو اللي هيرجع الجيم جامد عشان هو اللي اخذ الشوت داون في الاخر على جريفز. فسامون ايري بدايه العوده. ولإعطاء الملخص حاليا دقيقة 15 يعني ربما نصف المباراة، عندنا تفوق لفريق ودي كبير هنا ب 3 كي جولد حاليا ربما شوي أكثر، عندنا برجين لصفر لطرفهم، وعندنا تنينين لصفر تنين المحيطات لسوي رجال الإتش بي وتنين الجبال يعطينا البف 6%. أوه 10% مباشرة على صيف اللي فضل سبعه هوك من طرف ماستر ممتاز جدا سايلنس، ولكن زيدي يا سلام خالد بسلايس سيفون مباشرة في ألتيم ليونا خالد يتألق هنا في الميدايم تي تي والبيد وبيك مرة أخرى لفريق ودي كبير على سايفر. سايفر مش مباراة صراحة خالد مش ممكن التيرن راوند ديت عشان يدوج كاسيوبيا قلت يا سلام فريم بيرفكت مش ممكن. الموضوع هو مش سهلة، هي مش سهلة يا جماعة، الانيميشن سريع جدا، وخلي بالك احنا برضو بنلعب بلاج معين الى حد ما، طبعا اي حد عارف اللاج اللي احنا بنواجهه، وبس مع ذلك خالد اظن هي بريدكشن اكتر من ما هي رياكشن. والبيت جدا لهذه الاش، وسايفر بيعاني الاش التيمت طبعا بليتس كرانك فولو اب، وبعد كده طبعا كميل التيمت في التيم فايت ستيك جيم. يمكن سايفر كان يبقى قرار احسن لو كان اخذ كلينز بدلا من تيليبورت، دي برضو يعني ارجيومنت ممكن تتقال كان يكون صراحة أحسن، خاصة أمام آش بالبيكس نتاع آش أرو ممتاز جدا، وهذه هي قوة آش هي بالأرو الهوك شوت يعني يعطي فيجن على الجنجل العدو، وهذا شامبيون لهذا هو في الأستير بلس ليست في الأي دي سيز حاليا، فهو شامبيون عليه كونتيست كبير جدا ووينر كبير في البرو بلاي. نشوف هذا صراحة خالد يتألق بهذا الشامبيون، ونشوف هنا كيف يفعل سايفر لروزو في المباراة، لأنه خاصة هذا هو الوين كونديشن لفريق ودي كبير، أو توب لين 1 في 1 سير يفوز حاليا إيزي يسوي إكتبت مباشرة وسمات من طرف أوروبا من نوكوف لا سير يمز لا يمز نيل النوكوف نتاعو، لكن ايزي مازال فاضي يصعب يستخدم كوبرا مساعدة الطوب نتاعو سير يتقدم لو فونيزيتي لا فلاش اوت طرف سين مباشرة يتقدم. شوف خليل يكون موجود وشوف فريق اللبناني السمن الاري هو كمان موجود هوك، ويا سلام على ليونا دماج كبير سايلنس وكيل مباشرة على سد بال بالليونا نتاعو بيك ممتاز، وهذه قوة بيت كرانك في هذا الايرلي جيم جيم صراحة بيك وراء بيك وراء بيك يا اخي مورا. يا البليتس كرانك عامل مشكله كبيره جدا لسامن اري، كله بدا بال1 في 1 في التوب لين اللي الصراحه كميل كان هيخسرها، انا كنتش متوقع ان اورن يبقى بهذه التانكينس، ولكن سلير ضيع الالتيميت بتاعه وده اللي سمح لكميل ان هي تهرب، في الاخر بقيه الفرقتين عملوا كولابس على هذه التوب لين. طبعا اي حد لعب توب لين قبل كده عارف في اخلاق وفي اتيكيت في التوب لين، لما الاثنين توب لينرز يعملوا 1 في 1 نسيبهم يعملوا 1 في 1 وبعد كده نيجي في الاخر نعمل كلين اب، وده اللي حصل فعلا، سابوهم يعملوا ال1 في 1 لقوا ان في الاخر خلاص سلير بيتراجع، وبعد كده ماستر جاب الهوك على ليونا دلوقتي كوبرا عينه على سلير في التوب لين ماستر نايس تراي من طرف ماستر هنا صراحه، ماستر يسوي رومز كبير وكبير جدا، وهذا يكون ممتاز جدا لفريقه. والوينينج كونديشن اللي كانت عند سمنا اري هو انه يتنوا التيم فايت يسوي سكيلينج على سايفر يسوي دي بي اس كبير امام وراء يعني الفرونت لاين بتاعه، ونشوف هنا التيم فايت مباشره على مورتال مباشره 1 في 2 يزي من طرف ليونا، وهنا يشوف اش في الميدلين تسوي 1 في 1 امام سايفر، ولكن مشكله اخرى مورتال فاضي سبعه قواني سبيد تسوي عليه فلاش من طرف مباتو سي سي كبير مورتال فاضي سبعه فلاش من طرف بيل هو كمان او سي سي بالكيو ويكون هنا الكيل 1 فرونت سوفر، ولكن نشوف هيرالد توب لاين سير فاضي سبعه ربما هناك بوش كبير من طرف فريق ودي كبير بهذا الهيرالد مباشره سير سيستطيع ان يفعل الديفنس هنا على التريت نمبر 2 في التوب لاين، هل سيكون ضايف عليه مباشره يتقدم على سير فاضي سبعه 1 في 2 كوبرا يتقدم بدمج هنا سموك سكيم مباشره ايزي اوتو اتاك روت اتاك هيك ستاك التيميت مباشره سير فاضي سبعه سير 1 اتش بي وضربات مقص من طرف الكامي ايزي اي ياخذ الكيل الاول له في المباراه، وادي كبير يتألق مرة أخرى 2-4-1 أكروس ذا ماب. يا حلوة جدا من كوبرا إن هو لاحظ أوكي في دايف هيحصل في الميد لين أو حتى في فايت بيحصل في الرابة بتاعتي، أوكي أنا ماليش دعوة أنا هستخدم ريفت هيرالد بتاعي توب وهنجيب التوب تاور. سليم ما كانش المفروض يحاول يكونتست هذا التاور، كان رايح 100% عشان هيرالد طبعا مش على التاورز، فبالتالي أورن كان المفروض يتراجع، بس في الآخر هو تعاقب على الغلطة ديت والكل تروح لصالح كاميل، وصالح كده وادي كبير كمان هياخدوا دراجن علشان أورن ميت، ويبقى عندهم طبعا ادفانتج 5 على 4 لو حصل فايت، فادي التنين رقم 3 تنين السحاب يروح لصالح فريق وادي كبير صراحة، وهذا التنين الثالث لهم وهذا هو السول بوينت روح اللي تكون هذا الجيم روح تنين الغيوم اللي يسوي 10% كول داون على الالتيميت تكون ممتازة جدا على كامي ممتازة على مورتال بالالتيميت اللي يمكن ياخذ ممتازة على اش خاصة بالبيكس بوتنشال بالارو والهوك شوت تاع تيفيجن على موباتو وين يكون في ان سايد من الماب في جاجل تاعو، يعني هذا
تنين ممتاز على هذا الفريق، وصراحه يكون هنا يفصل بوينت بريشر كبيره على سامر اريا يعني الفريق اللبناني، لانه عليه ان يرجع في مباراه عليه يسوي بيكس عليه ان يتكتل الجيم ليصل سايفر، خاصه انه عنده ميد انه يسوي سكيل. ونشوف الاعاده يا مورو، قلنا اكثر ريبلاي تحت التاور، سايفر اللي بدا، سايفر اللي عمل فلاش وستان بس خالد. يعني صراحه مبدئيا طبعا ما كانش ينفع يعمل فلاش عشان كان واقف فوق الميازما بتاع كاسيوبيا، ولكن يعني الثقه ان هو هيقدر يكسب لون فيون عمل التيميت لسايفر تحت تاور، غلطه غريبه من سايفر. علاقة غريبة جدا صراحة من سايفر. سايفر مش اون يا ربما جانك على ايزي اي مباشرة من في تويزي، يستخدم على سايفر تي في مباشرة من طرف مورتال تشينز كونكت اور كان نزل، ليس هناك اولتيميت طرف كاسيوبيا، يموت على سايفر مباشرة كان تي في مباشرة اخرى كنت انكم طرف جين، يتخدموا على بيل بل فوضي سابا سوبر لو دبل كيل من طرف كاميو، يتخدموا على ستير 1 في 2 لا 2 في 2 يتخدم على بومباتو هو كمان، ونشوف قناة من الجهة الاخرى خليل يسوي 1 في 1 من الجهة الاخرى، ولكن شوف توب لين شوف 2 في 2 كيف يصير، ايزي اي فوضي سابا مورتال يسوي سيتين كبير، ستير يتخدم 1 في 2 على الباك لاين من كاموباتو، ايزي اي سوبر لو مورتال سوبر سير 1 في 2 ولكن كوفرا يتخدم من الجهه اليمنى، مورتال 1 في 2 كمان ولكن هناك الفريق الازرق يتخدم مباشره مباطو فاضي صعب، الكيل الاول لكوفرا يتخدم على ايزي ايستير ياخذ الكير تريد كيل 1 فور 1 ولكن دبل كيل من طرف الفريق العماني هنا وادي كبير ويسوي 2 فور 1 سو فار، وربما نشر ربما نشر في دقيقه واحده فقط نقطه ايس ونشر كمان لوادي كبير. ما اظنش ان سامن اريا عارف يعمله كونتست، هو سايفر قريب ولكن دي كاسيوبيا من غير فلاش من غير التيميت صعب جدا، بس في تليبورت جايه هيحطه من ايزي اي، تقدم ايزي اي حاول يساعد الفريق نتاعه هو ناشر سوبر لو اللي يكون المعجزه من طرف بيل من طرف سايفر، ربما يتقدم سايفر من الجهه اليمنى 2 كي اتش بي ناشر، هل سيكون هناك ستيل هل ستكون هنا المعجزه من طرف سامنر ايري؟ لن تكون هناك معجزه وبلو تيم ياخذ الناشر ويكون هنا ايزي اي يسوي سكيور على الناشر ما كان هناك سمايت على كوبرا صراحه. نايس تراي من طرف سامنر ايري ولكن تفوق مره اخرى من طرف وادي كبير، وشوف فرق الجولد 10000 جولد في دقيقه 21 يا مورو. احب افكر الجمهور ان الفايت في توب اللي بداوا كانوا سامن ايري، هم اللي بداوا الفايت وسايفر بداوا بالباتريفاينج جيز بتاعته، ولكن هم اللي خسروا الفايت بفضل التليبورت من مورتل والكولابس من بقيه فريق وادي كبير. اي بوي كان بعيد جدا ان هو يحاول ينقذهم. هشوف مع بعض الاعاده، اشوف بدايه الفايت كان ايزي اي وسايفر، سايفر اللي بدا الفايت، سايفر اللي بدا الفايت، بس بص على الماب بقيت الفريق بعيد جدا، اورن معاه تليبورت هو كمان وهيرد على التليبورت بتاعت مورتل بس رد متاخر جدا، اورن عمل تليبورت بدري كان ممكن يحاول ينقذهم، ولكن طبعا الدبل ستان من مورتل هنا. اي بوي عمل التيميت بعيد بس اظن اش عملت كريستال ارو على جن عشان تكنسل الالتيميت بتاعه وعرفت تكنسل الالتيميت بتاعه، بس بعد كده كان خلاص كانت مجرد كلين اب لبقيه فريق وادي كبير، عشان بقيه الفريق لو بصينا عاملين باب كلهم بيكولابسوا على فوق، وخلاص كانت ايس 100% بعدها، وبعد كده بارن يروح لصالح فريق وادي كبير. ودلوقتي الجيم الصراحه في ايد وادي كبير، ممكن يحاولوا يندوا الجيم هنا او يستنوا السول وهو الكلاود سول قدامه دقيقه ونص، هنشوف الخطه ايه لفريق وادي كبير. نعم النتيجة حاليا 15-6 تفوق وادي كبير، بارون فاو بلاي از جوين اون حاليا، هناك بوش في الميدان ياخذون الثورت نمبر 2، هناك سول بوينت حاليا من هنا دقيقة ونصف كما كنت تقول يا مورو، هنا تفوق وادي كبير، هذه الجيم لهم ليخسروها يعني اذا لم يفعلوا اي خطا فهذه الجيم ربما مضمونة لهم. ونايس هوك من طرف ماستر على سايفر على شخصين من طرف ليونا سيتي كبير، كورتن كونفوس من طرف جين هنا 1 فور 1 سو 1 فور 0 سو فار، نايس نوك اوف من طرف اورن يستخدم ماستر في الباك لاين يسوي تانكينس رهيبة جدا، ولكن تشوف مارتل يتخدم مارتل من الجهة اليمنى، هناك بليستوت من طرف نيل جريفز ولكن ليس هناك اكثر صراحه 1 فور 0 صفر لوادي كبير حاليا 16-6 وبوش في الميد لين، ماستر كان عنده 1 اتش بي ولكن مش كان هناك الدمج اللازم من طرف الفريق اللبناني ليكملوا هذا الكيل، دي جي مره اخرى لوادي كبير يا مور. يا اول ده خطر في استوديو التحليل اتكلموا عنه شويه في البيك اند بان ثورند وبارلايز، قال لك لو بليتس كرانك سحب كاسيوبيا كاسيوبيا هتعمل ايتم، وده اللي حصل، سايفر عمل الت عمل 3 مان ستان، ولكن الفولو اب كان ضعيف جدا من سامن ايري عشان كلهم متاخرين جامد جدا. اورن برضو عمل الالتيميت بتاعه جاب 2 مان نقب على ما اظن، ولكن كانت خلاص كانت تو ليت، كاسيوبيا كانت ماتت، محدش عارف ينقذ سايفر. الفايت دوت حصل خلي بالك وايزي اي اوت اوف بوزيشن تماما، ومورتل كان بعيد هو كمان، فكانوا ثلاثه بس من وادي كبير ومع ذلك عرفوا يسرقوا سايفر من وسط فريقه. وصراحه ماستر على البليتس كرانك بيك يعني مشكله كبيره جدا، انا حاسس الفرقه بقى كده تعمل بان لبليتس كرانك قصاد ماستر. نعم صراحه الماستر يتالق بهذا البيك، خاصه شفنا اليوم البارحه يعني خسروا المباراه ولكن كانت بيرفورمانس ممتازه من طرفه، واليوم حاليا 1-1-9
بالبيسكرانك متساوى 10 كيل بارتيسيبيشن على 16 لفريقه، صار عشان يتألق وياخذ البيكس خاصة على سايفر. شوف سايفر حاليا مش ممكن يلعب المباراة، 1-6 بكاسيوبيا عنده 2 ايتمز ولكن مش ممكن يقرب يعني يسوي دي بي اس بتاعه، لانه كاين هناك مورتال بدمج رهيب، هناك خالد بيك بوتنشال وبليتس خاصة هوك واحد يمكن ان يسوي كيل على سايفر بالسايلنس واللوك اب، يعني سي سي تشين كبير جدا ترى فريق ودي كبير اللي يتبعوا به الهوك. يعني نشوف هنا صراحة ما هي فرصة سمن ايري لرجوع يا مراد؟ السؤال اللي طرح عليك الان هي ما هي الويننج كونديشن لسمن ايري؟ والله يعني انا ما بحبش اقول كده، ولكن انا حاسس ان الجيم خلاص خلص. يعني كلاود سول لصالح وادي كبير، وبس الالتيم ساعتهم مهمه ازاي، بس ماستر مش خايف ازاي ماشي فرونت لاين مش فارق له، دي دايل هوكو مش متعاقب عليه. يا صعب جدا ماستر يعني يتألق صراحة، يقوم بعمل ممتاز في هذه المباراة. تروح تنين الغيوم يذهب إلى فريق وادي كبير، كونتين كول من جين هنا لتسوية ربما ويف كلير وزونينج على فريق سلطنة عمان، ولكن مشي يسوي كبير صراحة. نشوف ماستر عنده تانكينس كبيرة، عنده فرونت لاين كبير، وعنده هوك بوتنشل على أي واحد من فريق سمر إيري، فالوضع صعب جدا صراحة يا مور، الوضع صعب. لك أن تتخيل كوبرا طبعا بكلاود سول يعني ريديوست ألتيميت تايمر وماستر وسايلس وآش، الألتيميت كلها مهمة جدا. وادي هوك مرة أخرى على فولي بير، ينطلق تيم فايت في الفوت لاين، ألتيميت من طرف فولي بير على الباك لاين، أور ألتيميت موك أب على واحد فقط يقوم بشيء دي، ألتيميت طرف ليونا. يا سلام هنا يتفوق من فرق سمر ايلي، دمج كبير جدا من فورتي وطفار، يتخدم هناك كامي بالعق، يتخدم يزي. يا سلام مورتال ياخذ كل اول هيكس الكلتيميت على بيل، فالفوضى يصعب ربما ليونا تفوز مباشره، ثاني يبقى اي بوي في الباك لاين 1 اتش بي، وهنا الاستاذ اون فوضى يصعب ستير، مش هناك تانكنس لازمه وكافيه للتانكنس على هذا كامل، دبل كيم طرف كامي يا سلام يدبل الباك لاين يغرق بطريقه كبيره جدا، مباطو هو الوحيد اللي عايش في هذا الفريق امام اربع اشخاص في وادي كبير، تكون هذا انهبيتر فري في الفوضين يا مورتال. الناو فقط فولي بير، وفولي بير من غير فلاش من غير ألتيميت، وادي كبير ممكن يحاولوا يأندوا الجيم هنا، الويف كبيرة في صالحهم، ولكن يبدو أنهم هيتراجعوا ولا إيه كمين؟ إيه ربما الهوك من طرف ماستر، لا لن يمس هنا صراحة، موباطو عنده الفرصة للديفنس هنا ولن يكون هنا نهاية المباراة، ولكن تفوق مرة أخرى من وادي كبير، بريشر كبيرة، سول تنين الغيوم 14000 جولد ادفانتج حاليا في الدقيقه 26 27 7، حاليا هناك دمج كبير من طرف كاميل 6-0 7-2 جريبس و 5-1 اش حاليا. نشوف الاعاده، بس شوف الاعاده، شوف الاعاده، كان بدايه هوك من موباتو على هذا الفولي بير، لكن اش اوت اوف بوزيشن، بقيت الفريق بعيد عنها تماما، لبست في الاورن نوك اب، وبعد كده ليونا التيم كل ده ايزي لسه مش في الفايت، كاميل وسايلس الاثنين سولو لينرز مش في الفايت، فطبيعي دلوقتي خلاص كل الكول داونز راحت من سامن ايري، ما بقاش معهم اي كول داونز ولا ليونا التيميت ولا حتى كاتسوكي التيميت ولا ورن التيميت، فطبعا كلين اب سهل جدا لوادي كبير، صالح ايزي اي وسايلس وطبعا كوبرا على هذا الجريفز، فكانت سهل جدا ان هم بعد كده ياخدوا الاربع كلات، موباتو عرف يهرب بحياته، وادي انهبيتر يروح من البوت لين من فريق سامن ايري، وادي كبير عندهم بريشر كبير جدا على هذا البارن، هيبقى بارن رقم 2 في الجيم. ماستر يبحث عن الجراب هنا مباشرة، يكون هذا بارن تاني لهم صراحة، ربما هنا بريشر كبيرة وليس هناك فيجن خاصة من طرف فريق سمن الأهلي اللبناني على هذا البيت بارن ناشر، يسوون هنا زونينج صراحة على الفريق اللبناني، وتشوف يكون هنا فري ناشر، ليس هناك كونتست، تي بي في التوب لين من طرف مورتال اللي يساعد الفريق بتاعه، فولي بير في التوب سايد، ليس هناك كونتست، يخلون هذا الناشر يذهب الى فريق وادي كبير، وربما يمكن ان يفوزوا تيم فايت المواليد، لم يفوزوا بتيم فايت المواليد فتكون نهايه المباراه فعلا من طرف فريق وادي كبير. نشوف ما هي خطتهم حاليا، انا اظن عليهم يسووا تشكيله ربما 4-1 ام 1-4، يعني عندهم انهبيتر في البوتين، سو حاليا بالضبط هذا المفروض، بعتوا أربعة توب وبعتوا إيزي إي لوحده في الميدلين طبعا، عشان كميل تقدر تهرب من أي إنجيج ومساعدة الإي بتاعتها والهكسلك ألتيميتم الألتيميت بتاعها هي كمان، والأربعة التانيين من وادي كبير عشان يعملوا بريشر على اتنين لينز في نفس الوقت، بس بص موباتو فين؟ انا حاسس انه موباتو بيدور على انجيج، التيميت من طرف سايلس، نوك اب على سايفر مباشره، نوك اب من طرف لا ليس هناك نوك اب من طرف ستير، يكون هنا في الباك لاين 1 في 4 دمج كبير عليه ويموت 140 سو فار، يتخدم موباتو هنا ربما فاضي يساوي يتخدم عليه مورتل سي سي كبير، وفجاه الاخرى سايفر سي سي على واحد فقط دبل تن من طرف ليونا، سايفر ياخذ الكيل الاول تاع 140 سو فار، ولكن شوف بيل فاضي يساوي هيكس التيميت من طرف كامي، موباتو غيموت دبل كيل كامي ربما اكثر، اش بي دي بي اس الحاضر والكاين، وغتكون اش هي هي الام في بي في هذا الفايت، دي بي اس خطير جدا من طرف خالد، ويكون هنايا الايس من طرف فريق وادي كبير، وربما نهايه المباراه البرج الاول سيسقط البرج الثاني سيسقط، ويكون تفوق فريق سلطنه عمان في هذه المباراه 25-8، دي جي والبيتا هم حظ موفق لسمن الايري في المباريات القادمه.
يا جي جي لفريق وادي كبير الصراحه، فاجئونا كلنا، ما حدش كان متوقع الفريق العماني يعمل الكلام ده كله وماستر على البليتس كرانك بعد ما امبارح حاول وكسب الايرلي جيم بس فشلوا للاسف في الميد والليت جيم. المره دي وادي كبير اثبتوا ان هم الفريق الاحسن، وهارد لوك لفريق سامن ايري. نرجع مره اخرى للاستوديو التحليلي مع فانسي ثورند وبارالايز نتكلم اكثر عن المباراه.